السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد في موضوع الرياضيات حول الأعداد الكسرية مقارنة والترتيب مع الدرس 19 من كتاب المرجع في الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي. الآن نواصل العملية من خلال هذا الدرس. يجب أن يتعرف المتعلم على الكسور البسيطة المتكافئة، ثم أن يتعرف اختزال أعداد كسرية، ثم أعداد قابلة للاختزال، وفي الأخير أن يقارن ويرتب أعداد كسرية لها نفس المقام. لنلاحظ الآن الأشرطة التالية. إذا لدينا الشريط A والشريط B والشريط C. كتذكير لما ورد في الحصة السابقة على أن العدد الكسري هو عدد، إذا أردنا أن نقول، إذا بغينا نتكلم بالدارجة، هو كسري جاء من كسر، يعني واحد جزء من واحد الشيء، ماشي داك الشيء كله، داك الشيء اللي كيساوي واحد وجزء منه. حنا ناخذ المثال ديال شريط أ، نعتبره شريط ديال شوكولاتة، واحد الشوكولاتة الطول ديالها هي هاد أ، وعطينا لواحد الطفل هاد الشيء اللي بالزرق، قطعناه وعطيناه ليه. هل عطيناه الشوكولاتة بكاملها؟ طبعا لا، عطيناه جوج أجزاء، ولكن الشوكولاتة مقسمة على أربعة الأجزاء، إذا عطيناه جوج الأجزاء من أربعة، إذا عطيناه جوج على أربعة. هذه هي الأعداد الكسرية، يعني إذا عطيناه هذا الشيء كله أربعة على أربعة يعني عطينا الشوكولاتة كلها، وبالتالي حنا عطيناها غير جزء منها، يعني كسرنا الشوكولاتة لإعطائه جزءا منها، لذلك نسميه كسر. هذا فقط كتذكير بالنسبة للتلاميذ والأطفال الذين ما قدروش يستوعبوا الدرس السابق، مثلا في الحصص السابقة الدرس اللي كيتعلق بالأعداد الكسرية. نفس الشيء بالنسبة للشوكولاتة بي، لاحظوا الشوكولاتة بي مقسمة إلى كم جزء؟ مقسمة إلى جزئين. أعطينا الطفل كم؟ أعطيناه واحد من هاد الجوج، يعني أعطيناه واحد من اثنان، نعم. ثم الشوكولاتة السي هي نفس الشوكولاتة ولكن قسمناها على ستة، شحال عطيناهم؟ عطينا المتعلم ثلاثة من ستة، يعني أخذ ثلاثة من ستة أجزاء. لاحظتوا هاد، لاحظتوا مزيان الشوكولاتة نفسها أ و بي و سي نفس الشوكولاتة، غير الأولى قسمناها على أربعة باش نعطو جوج أجزاء من ربعة، ربما يكونوا عندنا جوج أطفال عطيناهم جوج خلينا جوج. الشوكولاتة الثانية نفسها عطينا نص، يعني واحد من جوج، والشوكولاتة الأخرى عطينا ثلاثة أجزاء من ستة. إذا لاحظتو مزيان، إذا وضعنا هاد الشوكولاتة وحدة فوق وحدة كما كتلاحظوا هنا مزيان، فهو نفس الشيء. لاحظوا جوج من ربعة هو واحد من جوج هو ثلاثة من ستة، يعني إلا بغينا نقولوا أن جوج من أربعة الأجزاء هو نفسه جزء من جزئين، هو نفسه ثلاثة أجزاء من ستة، ومعناها نقول أن جوج على أربعة مع واحد على جوج مع ثلاثة على ستة فهي متساوية. علاش؟ كما سنلاحظ هنا بالأسفل، يعني جوج على أربعة إلا قسمنا هذه على جوج وقسمنا هذه على جوج عطينا واحد على جوج، وبالتالي كنستفدوا بأنه في حالة وجود عدد كسري قسمنا البسط على اثنان والمقام على اثنان يعني نفس العدد كيعطينا هذاك العدد، يعني واحد على اثنان هي ثلاثة على ستة هي اثنان على أربعة كما غنشوفوا الآن. نفس الشيء إذا ضربنا واحد على اثنان هي هذه، ضربنا في ثلاثة البسط وضربنا المقام في ثلاثة، إذا كنلاحظوا أنها كتساوي ثلاثة كتساوي ستة، وبالتالي هنا من هنا استنتجنا بأن ثلاثة على ستة هي نفسها واحد على جوج هي نفسها جوج على أربعة اثنان على أربعة، وبالتالي نستنتج بأنه قاعدة هذه. إذا كان عندنا واحد العدد خدينا هنا جوج واحد على اثنان، قسمنا عفوا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد راه كيبقى هو نفسه نفس أهو. واحد على اثنان ضربنا هنا في ثلاثة ضربنا هنا في ثلاثة، يعني كله هو ثلاثة ثلاثة نفس الشيء. أو لا قسمنا
2 على 4 قسمنا المسار على 2 وقسمنا المقام على 2 تعطينا 2 اللي هي كتساوي 2 على 4 وكتساوي 3 على 6. إذن نستنتجوا هنا بأنه إذا كان عندنا واحد العدد وضربنا البسط والمقام في نفس العدد راه صحيح هو نفسه، أو قسمنا البسط والعدد على نفس البسط والمقام على نفس العدد فهو كيعطي العدد نفسه. الآن نمر إلى الوضعية الثانية، لدينا أحمد. إذن هنا علاش قسمنا هذا الشريط؟ 1 2 3 4 5 6 8 قسمنا على 8. إذن أحمد شحال خدا؟ نعم شحال خدا من جزء؟ خدا جزئين من شحال؟ من 8. نعم ملك كم أخذت؟ نفس التقسيم. إذن أخذت 3 من شحال؟ من 8. إذن نكتب الكسر 3 على 8 نفس الشيء. نعم وبالنسبة لعلي نفس الشيء مثل ملاك 3 على 8 نفس الشيء. إذن لاحظوا هنا جيدا شكون اللي خرج جزء كبير؟ إذن نبغي نلاحظوا 2 على 8 فهي أصغر من 3 على 8. إذن 2 على 8 ديال أحمد، إذن أحمد خذا أقل من ملاك، إذن ملاك خذا أكبر من أحمد. إذن خذت 3 أجزاء من 8 وجوج من 8. لاحظوا قسمنا كل شيء على 8، يعني هذا خذا جوج من 8 ودي 3 من 8، يعني خذت 3 وخذا 2 من 8، وبالتالي ف 3 من 8 أكبر من 2 من 8، وبالتالي نقول فإن العدد الكسري 3 على 8 أكبر من 2 على 8، أو العكس نبدأ من اليسار 2 على 8 أصغر من 3 على 8. الآن غنشوفوا 3 مع 8 مع 3 على 8 في نظركم، لاحظوا مزيان هنا شكون أكبر؟ اش كتلاحظوا هنا؟ فهما متساويان، 3 على 8 تساوي 3 على 8 فهما متساويان. نمر إلى التمرين التالي، تمثل الأشكال قطع حلوى متشابهة اشتراها 3 أصدقاء. الأجزاء الملونة تمثل ما أكله كل منهم من قطعة. إذن هنا هما 4 أصدقاء، ولكن هنا العملية تقول 3 أصدقاء لا يهم، هما 4 أصدقاء أمين وسامية وأحمد وفاطمة. نكتب العدد الكسري الذي يمثل جزء الحلوى الذي أكله كل منهم. إذن الحلوى هي جزء، مثلا أمين أو لاحظوا عنده أكل 4 أجزاء من 4، يعني كلها كلها. نبدأ بأحمد. أحمد إذن هذا الحلوى علاش من جزء مقسمة؟ مقسوم على 1 2 3 4. إذن كلها هو داكشي الملون، كلها من هذه الجهة ولا من الجهة؟ إذن كلها شحال كلها من جزء؟ كلها 2 من شحال؟ من 4. كلها أجزاء من 4 أجزاء. ماذا سنكتب؟ 2 على 4. نعم صحيح، إذن الكسر هو 2 على 4. فاطمة شحال كلات؟ 1 من شحال؟ 1 من 4 أجزاء متساوية، يعني القسم الحلوى مقسومة على 4 أجزاء هي خلات منهم غير 1. إذن فاطمة أكلت 1 على 4. سامية كم أكلت؟ الذي أكلته هو الملون، إذا الجزء الملون هو الذي أكلته. أكلت ماذا؟ إذا عندنا 4 أجزاء نفس الشيء، هذه الحلوى مقسومة هي على 4. أكلت كم؟ 3 من شحال من 4؟ بقى جزء، بقى ربع. أمين كل الأجزاء بأربعة كاملين، إذا أكل 4 من 4، أكل 4 على 4. الآن نقارن، نبدأ من اليسار. بما أن الحلويات كلهم مقسومين على 4، مهم هو 4 أجزاء. 4 أجزاء هو اللي كيهم عندنا، يعني المقام هو 4. إذا هنا خصنا نستافدوا واحد الحاجة، بأن اللي بغينا نقارنوا عددين خص يكونوا مقسومين على نفس الأجزاء، يعني المقام ديالهم 4، يعني خص تكون هذه الحلوى مقسومة على 4 وهذه على 4 وهذه على 4 وهذه على 4، وبالتالي عندنا هذه الحلوى مقسومة على 4 وهي مقسومة على 4، يعني المقام 4 وهنا المقام 4. إذا هذا كلا 3 من 4 وهذا كلا 2 من 4، شكون اللي كلا بزاف؟ هو مول 3 هو اللي كلا بزاف. إذا ف 2 على 4 أصغر من 3 على 4 نفس الشيء. إذا القاعدة اللي خصنا نعرفوها هي أنه خص يكون عندنا نفس المقام 4، واللي عنده البسط كبير هو الكبير. قاعدة كما شفناها في الوضعية السابقة، هذه القاعدة خصنا نحفظوها نطبقوها مباشرة. إذا عندنا المقام 4 ضروري يكون عندنا المقام بحال بحال. إذا عندنا المقامين هما 4 4 و 4، إذا كنمشيو للبسط، شكون اللي كبير؟ 2 أكبر، إذا 1 أصغر من 2، إذا
واحد على أربعة أصغر من اثنان على أربعة، نفس الشيء هنايا. إذا اثنان على أربعة، وهنا عندنا اثنان على أربعة، عندنا نفس المقام أربعة أربعة، ننشر البسط. اثنان تساوي اثنان، وبالتالي اثنان تساوي اثنان، إذا فاثنان على أربعة تساوي اثنان على أربعة. نفس الشيء هنا عندنا المقام أربعة أربعة، إذا المقامين بحال بحال، إذا مقطعين على نفس عدد الأجزاء، إذا يمكن نقارنوهم. وبالتالي إذا أم أكبر واحد ولا ثلاثة؟ إذا فثلاثة أصغر من واحد، ومنه واحد على أربعة أصغر من ثلاثة على أربعة. يلا نشوفوا هنا، إذا شنو نقولوا بالنسبة إثنان على أربعة مع أربعة على أربعة؟ شكون أكبر وشكون أصغر؟ نبدينا من إثنان على أربعة، شنو نقولوا؟ أكبر ولا أصغر؟ إثنان على أربعة أصغر، صحيح. إذا نلاحظ، ماذا نلاحظ بالنسبة لبسط ومقام كل عدد كسري ونستنتج؟ إذا كنلاحظوا بأنه عندنا المقامات لمقارنة عددين كسريين خصنا يكون عندنا المقام بحال بحال. إذا العدد الأكبر هو اللي عنده البسط أكبر، والعدد الأصغر هو اللي عنده البسط أصغر. صافي، هذه اللي خصنا نلاحظوها فقط. إذا بغينا نقارنوا عددين كسريين خاص يكون عندهم نفس المقام. أعيد وأكرر، خاص نفس المقام. إذا المقام أربعة بحال هنا، خاص المقام يكون أربعة فيهم جوج. عاد كنشوفوا شحال من جزء تم أخذه من البسط. نمر إلى التمرين رقم واحد. تم تجزئ الشريط أ، يعني هذا الشريط كنشوفوا فيه أ، هو نفسه هذا وهذا هذا، عندنا ثمانية الأجزاء منه، ثمانية الشريطة منه. إذا نكتبوا عدد كسري لكل، عندنا هذا أ هو واحد، هنا قسمناه على ثلاثة، وهنا قسمناه على ثلاثة، نفس الشيء. إذا اللي بالأخضر هو اللي خديناه، خدينا شحال خدينا هنا في الفوق؟ خدينا جوج من ثلاثة، إذا فالمقام ثلاثة هنا، خدينا جوج من ثلاثة، والتحتاني أيضا خدينا جوج من ثلاثة، نفس الشيء، نعم. إذا شنو غنقولوا؟ نمر إلى الشريط الثاني، إلى الشريطين الثانيين. الأول خدينا أربعة من شحال؟ أربعة من أربعة، نعم. ثم اللي تحته شحال خدينا؟ خدينا الشريط كامل، خدينا واحد، أو نقول واحد، خدينا كله واحد. نمر إلى الآخر، اللي خدينا منه ثلاثة من شحال؟ ثلاثة من ستة، إذا ثلاثة على ستة. واللي تحته شحال خدينا؟ خمسة من ستة، من ستة الأجزاء، إذا هو خمسة على ستة. والأخير قسمناه على خمسة الأجزاء، شحال خدينا منه؟ أربعة من خمسة، فنكتب أربعة على خمسة، واللي تحته ثلاثة من خمسة، يعني نكتب ثلاثة على خمسة. الآن غنرجعوا نقارنوا، إذا نجي على ثلاثة من جوج ثلاثة، نطبقوا القاعدة هنا، ما نمشوش حاجة بعيدة، عندنا المقام ثلاثة وثلاثة. إذا شكون الكبير هنا في البسط؟ بحال بحال البسط، فتساوي. نمر العملية الثانية، عندنا أربعة على أربعة وعندنا واحد. إذا لاحظنا هنا أربعة على أربعة راه هو كلها، إذا أربعة على أربعة راه هي واحد. إذا قسمنا أربعة على أربعة هي واحد، وأربعة على أربعة هي واحد، إذا واحد على واحد، بالتالي هما متساويان. هنا غنسترجعوا واحد القاعدة نعقلوا عليها. واحد كيساوي أربعة على أربعة، يساوي خمسة على خمسة، يساوي إلى غير ذلك. إذا فإذا قسمنا أربعة على أربعة راه هي واحد، خمسة على خمسة هي واحد، ستة على ستة هي واحد. ملي يكون عندنا البسط والمقام بحال بحال كتساوي واحد، 100 على 100 هي واحد، 1000 على 1000 واحد، أي حاجة قسمناها على واحد الحاجة بحالها راه هي واحد. الآن نمر إلى 3 على 6 مع 5 على 6، نطبقوا القاعدة مباشرة، عندنا 6 في المقام و6 في المقام، إذا بالنسبة ل 3 مع 5 شنو هي؟ إذا في 3 أصغر من 5، صحيح. نمر إلى القاعدة، نمر إلى الوضعية الأخرى، إذا عندنا المقام 5 وهنا 5، إذا يمكن لنا نقارنوهم. إذا أم أكبر ربع ولا ثلاثة؟ إذا ربع أكبر من ثلاثة، فنكتب أربعة على خمسة أكبر من ثلاثة على خمسة. إذا سهلة العملية. نمر إلى هنا، أحدد بعلامة في كل عددين كسريين يصعب علي مقارنتهما. كيفاش يصعب علي مقارنتهما؟ ما صعب علي نقارنهم. حنا قلنا اللي بغينا نقارنوا عددين خاص يكون عندهم نفس المقام. غنبداو من اللي صار هنا، عندهم نفس المقام، إذا ساهلين ساهلين، نفس المقام اللي عنده البسط كبير راه هو الكبير. إذا هنا ستة مع أربعة، في نظركم شكون الكبير؟ هو ستة. إذا سهلة، هنا عندنا المقام، هنا عندنا المقامين 8 و5، إذا غتجيني صعوبة، إذا فهذا غنوضع فيه علامة، فيه صعوبة، لأن المقامين مختلفين، ما يمكنش لنا نقارن عددين عندهم مقامين مختلفين، هنا نتبعوا، هنا عندي 9 وعندي 9 في المقام، إذا كيمكن لي نقارنهم، إلا عندي 9 و9 كنشوف غير البسط، 5 أكبر من 4، إذا فأربعة أصغر من 5، إذا هذا أصغر من هذا، لا ما نزيد، هنا عندي نشوف أول حاجة هي المقامين، المقام هنا 10 والمقام هنا 12،
اذا هنا كاينه صعوبه، ما يمكنش ليا نقارنهم. ندوز للاخرى، عفوا 7 مع 12 عندهم، عفوا 7 على 12 مع 11 12 عندهم نفس المقام، اذا كيمكن لي نقارنهم. مزيان، غندوز الان الى الوضعيه الاخرى، اقارن بوضع الرمز المناسب تساوي او اكبر او اصغر. اذا 3 على 4 مع 2 على 4، اذا نطبق القاعده اللي قلنا، نفس المقام 4 على 4 مزيان، نشوف البسط شكون اللي كبير، 3 ولا 2؟ اذا 3 اكبر، اذا غندير اكبر. هنا 9 على 8 مع 1، هنا غنثبتوا. هنا خدموا شويه الذكاء ديالنا، قلنا اذا كان المقام 8 ف 8 على 8 هي 1، 8 على 8 هي 1، ولكن هذه 9 على 8 يعني كبر من 8، كبر من المقام، فاذا كبر من 1، اذا اكبر. 5 على 6 مع 1 نفس الشيء، اذا ف 1 الا بغينا نجيبوا هنا 6 راه هو 6 على 6، اذا 6 على 6، اذا 6 في المقام في البسط فهي كبر من 5، اذا فهنا 5 على 6 اصغر من 1. اذا سبقت العمليه الاخرى، ونشوف العمليه الثانيه اللي هي 11 على 12 مع 9 على 12، علاش درنا اكبر؟ اذا 12 12 هو المقام بحال بحال، وعندنا 11 اكبر من 9، وبالتالي 11 على 12 اكبر من 9 على 12. نمر الى تمرين رقم 6، اختزل متى امكن. اذا كما كتلاحظوا هنا 9 على 12 شنو درنا؟ كما شفنا في الاول قسمنا البسط على 3 والمقام على 3، لان 9 كتقسم على 3 و12 كتقسم على 3، وبالتالي الى قسمنا 9 على 3 كتساوي 3 و12 على 3 كتساوي 4، نفس الشيء سنقوم به هنا. لاحظوا جيدا 10 على 12 علاش يمكن نقسموهم؟ اذا يمكن نقسموا 10 على 2 و12 على 2، اذا الى قسمنا 10 على 2 تعطينا 5، و12 على 2 تساوي 6، هو ما فعلا سنقوم به. اذا 11 على 12 واش يمكن تختزل؟ لا، لان كنلاحظوا واش 11 يمكن نقسمه على شي عدد؟ ما كيمكنش، مع 12 ما كيمكنش، اذا علاش نقسمه على 1 2 3 4؟ ما يمكنش، الى غير ذلك حتى هذه. اذا 8 على 6 يمكن نقسمه 8 و6 على واحد العدد بحال بحال؟ نعم يمكن نقسمه 8 على، علاش هي و6 نقسموهم على نفس العدد هو 2؟ نعم، اذا هذا ما ستلاحظون، اذا 8 على 2 و6 على 2 كتساوي 4 على 3 كما قلنا، الى قسمنا البسط والمقام على نفس العدد فالعدد كيبقى كيبقوا الاعداد متساويه. نمر الى الوضعيه الاخيره، اقتسم ثلاث اصدقاء كعكه، فاخذ علي 2 على 6 من الكعكه، واخذت فاطمه 3 على 6 من الكعكه، واخذ احمد 1 على 6. اذا ام امثل هذا التوزيع، اذا لاحظوا الكعكه هي هذه، ونشوفوا التوزيع اللي غنديروا. اذا خدا جوج من شحال؟ علي خدا جوج من 6، اذا علي خدا جوج، فاطمه شحال خدات؟ 3، حنا غنعزلوا لها 3، اذا 3 من 6، واحمد يبقى عليه ذاك الواحد من 6، اذا فاطمه ثم علي ثم احمد، وواحد على 6 كما تلاحظون. هنا علي خدا جوج من 6، 3 فاطمه خدات 3 من 6، واحمد واحد من 6 يعني واحد على 6. وحدد اسم الذي اخذ اكبر قطعه، هنا اللي خذ اكبر قطعه الا بغينا نقارنوا هذه الاعداد، انطلاقا من الشكل كيبان لنا فاطمه، وحتى من الارقام هنايا عندنا المقامات 6 6 في المقامات كما كتلاحظوا، وعندنا هذا هذا عدو 2 هذا 1 3، اذا فاطمه عندها اكبر بسط، بالتالي فاطمه اخذت اكبر قطعه. شكون اخذ اصغر؟ نفس الطريقه، عندنا 2 وعندنا 1 وعندنا 3، اذا 1 اصغر لان عندهم نفس المقامات 6، اذا احمد خذ 1، وبالتالي احمد هو الذي اخذ اصغر قطعه.